مرحبا بكم أعزائي المتابعين وأصدقائي المحترمين، دولة محترمة، مواطن محترم. لم يعد هناك مجال لفرض هيبة الدولة بالتهديد والوعيد أو بقوة السلاح، ويمكن أن يشبه ذلك الأسلوب التربية القديم الذي يتبعه الآباء التقليديون في تربية أبنائهم باستخدام العصا والتخويف. هذا الأسلوب بقدر ما أصبح أسلوبا متخلفا أثبتت النظريات العلمية الحديثة عدم جدواه. كذلك الحال في أسلوب تنظيم علاقة الدولة بالمواطن، فلم تعد نظرية الإرادة السياسية ولا نظرية العقد الاجتماعي وكذلك نظرية القوة ونظرية السيادة، كلها لم تعد كافية لتفسير مبررات نشأة الدولة، لأن التطور الذي أحرزه العالم في ميدان تكنولوجيا المعلومات وتزايد مستويات الإيمان بقيم المجتمع المدني، كل ذلك مع ما حققه من تزايد الإيمان بحقوق الإنسان في التعبير وفي المعارضة والاحتجاج وبالوسائل السلمية، إن ذلك كله وما تولد عنه من تطور في وعي الإنسان نفسه وتراكم تجارب الدول والحكومات قد أدى إلى تراجع قناعات استخدام العنف في قمع الاحتجاجات أو فرض هيبة النظام بالقوة. كل ذلك مع ما حققه من تزايد الإيمان بحقوق الإنسان في التعبير وفي المعارضة والاحتجاج وبالوسائل السلمية، إن ذلك كله وما تولد عنه من تطور في وعي الإنسان نفسه وتراكم تجارب الدول والحكومات قد أدى إلى تراجع في قناعات استخدام وسائل العنف في قمع الاحتجاجات أو فرض هيبة النظام لصالح تنامي الأخذ بخيارات تبادل الأفكار والحوار، والذي يمكن أن نترجمه في أن المتغيرات العالمية والتطور في وعي الإنسان لا يعني سوى شيء واحد، وهو أن العالم المعاصر قد تجاوز تلك النظريات التقليدية في نشأة وظائف الدولة، بما في ذلك نظريات السيادة التي تحولت في ظل واقع العولمة إلى مجرد تاريخ. تحول العالم إلى قرية، فقد صار من الطبيعي بل من المنطقي البحث في شكل جديد للمنظومة السياسية وظائف الدولة وعلاقات مكوناتها ببعضها وعلاقتها بالفرد والمجتمع. إن الاتجاه نحو الأخذ بمبادئ وعلاقات الاحترام المتبادل هو الاتجاه الأكثر تعبيراً واستيعاباً لتطورات العصر، وعلى هذا الأساس فإن فكرة الاحترام يجب إعادة النظر في النظم والقوانين التي تنظم علاقات الدولة فيما بينها كسلطات ومؤسسات وأفراد، وبين المجتمع كأحزاب وجماعات وفئات وأفراد، وأن تحقيق على قدر من التوازن بين الحقوق والواجبات أو بين الحقوق والالتزامات هو الذي يوصلنا إلى تحقيق أعلى قدر من الاحترام بين جميع مكونات الدولة والمجتمع، والذي يمكن أن يوصلنا في درجاتها القصوى إلى تحويل تلك العلاقة إلى عملية تتسم بالديناميكية والانتظام. من السهل عند وجود أي نوع من الاحتجاجات أو المعارضة اكتشاف الخلل وتصحيح الاختلالات والعودة بمنظومة العلاقات إلى التوازن المطلوب. إن جوهر علاقة الاحترام تعني فيما تعنيه أيضاً الشعور بالعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، بمعنى أكثر وضوحاً إرساء قيم الحرية والمساواة، وهي مفتاح السحر لتحقيق سيادة القانون والنظام لجميع أفراد ومؤسسات الدولة ومن الجميع للجميع. كذلك فإن التطور في مفهوم نشأة الدولة ووظائفها عبر الوصول وصولاً إلى الدولة المحترمة يلتقي مع مبادئ العلاقات الدولية التي تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل والتعامل بالمثل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية. إن هذه المبادئ هي الأخرى تكشف عن مدى التوازن والتوافقية التي يحققها الأخذ بفكرة الاحترام المتبادل وانسجامها مع العلاقات بين مكونات النظام الدولي بشكل عام، والذي لا بد أن تتجه هي الأخرى إلى المزيد من تنمية مستويات الاحترام لحقوق الشعوب والدول في العيش بسلام وفي التمتع بخيارات تحقق لها الكرامة، وعدم هيمنة الدول الكبرى وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الصغرى. مع ذلك فإن أي دولة لك تستحق أن يتم التعامل معها باحترام من المنظومة الدولية يجب أن تحقق قدرا
معينا ومعقولا ومقنعا للمجتمع الدولي في سيادة علاقات الاحترام فيما بينها وبين مواطنيها من خلال اتباع معايير الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.